بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده ننقل لحضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 7 جيم 4 في سلسله مباريات نهائي كاس السوبر كره سله رجال ما بين الاهلي والاتحاد. النتيجه الان في السلسله 2-1. مباراه النهارده هي مباراه نهائي للنادي الاهلي او مباراه نهائي نادي الاتحاد، ولكن السيناريوهات كالاتي: لو فاز النادي الاهلي فاز باللقب 3-1، لو حصل تعادل النهارده هيروحوا الجيم 5، هيكون بعد بكره ان شاء الله. واكيد قبل ما نروح لضيوفي اللي هرحب بيهم في الاستوديو، ولكن بنبارك كمان لفريق كره اليد سيدات واللي فاز النهارده في دور الثمانيه وتاهل لدور قبل النهائي. ان شاء الله بكره هيكون راحه، وبعد بكره هتبتدي جوله قبل النهائي والنهائي. كل التوفيق للرجال وسيدات كره اليد، والنهارده ايضا الرجال هيلعبوا في دور الثمانيه بعد لقاء الاتحاد والاهلي الساعه 9. ان شاء الله الفوز ليهم باذن الرحمن. بروح لضيوفي اللي نورين في الاستوديو اللي برحب بيهم. برحب بكابتن عماد محمود، نجم نجوم النادي الاتحاد وكمان منتخب مصر ويعني زميل الملاعب وكمان دربني في وقت من الاوقات. اهلا بيك يا كابتن عماد. اهلا بيك كابتن هيثم، بشكرك على المقدمه الجميله دي، وبشكر قناه الاهلي على نقلها الرائع بالضيوف الجمال كابتن سرعاوي، كابتن طاهر رجب، كابتن ميشو. ان شاء الله نبقى وجبه دسمه نحلل من خلالها المباراه وتكون مباراه تليق بالسله المصريه ان شاء الله. منورنا يا كابتن عماد. برحب بكابتن ميشو، نجم نجوم نادي الاتحاد ومنتخب مصر السابق، ودرب يعني ورفيق درب في الملاعب كبير، ويا اما لعبنا قصاد بعض يعني. كابتن ميشو منورنا. اهلا بيك كابتن هيثم، انا سعيد جدا ان انا متواجد معاك، وشكرا على المقدمه الحلوه اللي انت قدمتها دي، وانت زميل يعني شرف لاي حد ان يكون لاعب في الوقت اللي انت كنت بتلعب بيه. وسعيد جدا ان موجود مع نجومنا الكبار كابتن سرعاوه، كابتن طاهر رجب، كابتن عماد محمود، وبشكر قناه النادي الاهلي على الاجواء الجميله اللي هو اللي معيشنا الحاله الحلوه دي في بطوله كره السله. منورنا يا كابتن. خلينا نرحب بكابتن محمد سلعاوي، طبعا غني عن التعريف، هداف لوس انجلوس، عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن سلعاوي منورنا. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بالكابتن عماد وكابتن ميشو، اخواتنا وزمايلنا وحبايبنا واجدع اسكندرانيه، وربنا ان شاء الله يوفق النهارده وتكون مباراه جيده ونقدر نقدم فيها تحليل فني يليق بالقناه المحترمه. اشكرك كابتن سلعاوي. بنرحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين والناشئات، واحد من افضل من تولى هذا المنصب، وكمان يعني عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي، كابتن طاهر رجب. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اشكرك، مش عارف ليه ما قلتش ان انا لعبت معاك برضك. لا يا كابتن، الشرف ليا يا كابتن طاهر، الشرف ليا، يا ريت كنت لحقت العب بحضرتك. لا انا اللي بشكرك على البروفيشنال والتغطيه الجميله اللي بتتم، وخاصه يعني كره السله وجميع العاب الصاله في النادي الاهلي. ويشرفني طبعا ان احنا نكون مع الكابتن عماد وكابتن ميشو وكابتن سلعاوي في التغطيه الجميله دي، واللي بتتسم باستمرار بالروح الرياضيه بيننا وبينهم طبعا. وان شاء الله باذن الله نتفرج على ماتش جميل النهارده، والاحسن يكسب ان شاء الله. منور يا كابتن طاهر. كابتن عماد، نخش في الجد بقى، شايف مباراه النهارده ازاي؟ شايف حظوظ كل فرقتين؟ يعني حضرتك شايف المباراه النهارده ازاي؟ عايزك بقى تتكلم، وكمان كان في ثلاث مباريات اكيد حضرتك تابعتهم. اكيد. خد راحتك يا كابتن عماد، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واضح جدا ان محدش يقدر يجزم بنتيجه، صعب جدا تقول مين هيكسب. طبعا في الاتحاد السكندري لعب مباراه هايله المباراه الثانيه، في نفس الوقت توقعات كانت ان المباراه الثالثه هيسير على نفس النهج او نفس المستوى، لكن نزل خالص. الاهلي اخذ الدرس واستوعب الدرس كويس قوي، عمل مباراه دفاعيه رائعه المباراه الثالثه وقدر يحسمها من اولها لاخرها. تذبذب المستوى ده انا شايفه منطقي شويه للاهلي، لان الاهلي طالع من بطوله افريقيا وما لحقش يريح، فطبيعي ان يكون في تذبذب مستوى، ولاعيبه مجهده ولاعيبه مش مجهده. لكن الاتحاد انا باخد عليه تذبذب المستوى، لان انا كنت متوقع الماتش الاولاني اوكي بعيد عن سنس الماتشات، لكن هيبتدي يطلع بتدريج الماتش الثاني الثالث الرابع. عمل الماتش الثاني احسن من كنا متوقعين، لكن في الثالث نزل قوي، ودي اللي كانت غريبه، لان الاتحاد المفروض ابتدى ياخد سنس الماتشات في الماتش الاولاني والثاني ويعلى. اتمنى يكون الدرس ده برضو يفوقهم في الماتش الرابع. انا بتكلم بصفه عامه على الاحمال وعلى انما احنا نتكلم على مفاتيح اللعب. مفاتيح اللعب الاهلي كان فيه لعيبه
فايقه جدا في بطوله البال، ومنها عمر طارق مكمل على نفس المستوى، منها تومسون لعيب الاجنبي مكمل على نفس المستوى. الحاجه الاضافه للنادي الاهلي، ودي اللي ممكن تكون خطر على نادي الاتحاد، ان في لاعبين كانوا بيعلوا، بمعنى ايهاب امين ابتدى يستعيد مستواه القوي، عمرو الجندي بينزل على فترات، واضح ان في حاجه ما بياخدش وقت طويل لكن ابتدى تاثيره القوي بخبراته تظهر. احمد اسماعيل، عمرو زهران، حتى ابو النصر ابتدت القوه الهجوميه تبان في الماتش الاخير. ففي في صعود للعيبه كانت مختفيه شويه في بطوله البال، لكن ابتدوا يظهروا في الاهلي، وده اللي مخلي الاهلي محافظ على الاجهاد اللي هو المفروض كان يبقى موجود عنده. نادي الاتحاد في تذبذب مستوى، انا يمكن شايف انس اسامه الوحيد اللي ماشي بمستوى ثابت الى حد ما، لكن كل اللعيبه مستواها متذبذب، خاصه ان اللاعب الاجنبي المفروض انه حتى لو مستواه ينزل بس ما ينزلش كتير قوي زي ما حصل اخر ماتش. كل اللاعبين التانيين يعني انا باخذ على الجهاز الفني في الاتحاد ان هو كان لازم يغامر بعدد اكبر من اللاعبين، ياخدوا وقت اطول، خاصه ان في شباب كتير، واعتقد الفرصه دي لما اخذها علي احمد اثبت ان هو ما لعبش الماتش الاولاني، الماتش الثاني لما لعبه لعب ادى اضافه كتير. انا مش بتكلم على علي احمد بس، في لعيبه كتير جدا في البنش في الاتحاد ممكن يستفاد بيهم، يدوا القوه اللي انا شايف ان هي الفرق من ناحيه الاتحاد، ان هو لو تلعب راش جيم او جيم سريع هيجهد الاهلي في الظروف اللي موجوده فيها. سيت بلاي 5-5، انا شايف ان الاهلي اكتر تحكما في الريتم الجيم، ودي ترجع برضو للكوتش اللي هو بقاله سنتين مع الاهلي وقادر يوصل لتوليفات كويسه. فخمسة على خمسة متعب الاتحاد، لكن الاتحاد يبقى قوي لو في روتيشن، في رول، في راش جيم، يعني بريشر زي ما حصل الماتش الثاني. اللي هيقدر يعمل الكلام ده النهارده انا اعتقد هيبقى عنده فرصه اكتر. اشكرك كابتن عماد. كابتن ميشو، يعني برضو توقعات حضرتك النهارده ورؤيتك الفنيه للمباراه اليوم يا كابتن. والله بص يا كابتن هيثم، احنا احنا بدانا دلوقتي ندخل في منطقه الخطر، دي منطقه الخطر، اخطر توقيت لبطوله الدوري، وخصوصا يمكن للاتحاد، لان هو النهارده الاتحاد ملوش بديل الا الفوز النهارده، اي حاجه تانية خلاص الدوري جيم اهلي كسب خلاص مبروك اخد الدوري، لو خسر هنا هيبقى رجعت الدنيا زي ما بيقولوا خلاص في توازن، يبقى خلينا بقى ليوم الاربعاء. انما النهارده دي هي الخطوره في جيم النهارده. الفتره يمكن الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا لاحظنا بعض التذبذبات، بس في حاجات كانت واضحه زياده عن اللزوم. يعني احنا لو بصينا مثلا فرقه النادي الاهلي، طبعا خارجين من بطوله البال، في ناس كانت فعلا بعيده، بس في ناس بدات الغريب انها بدات تبدا ترجع تاني، زي ما قال كابتن امام بالظبط، عمرو الجندي بدا، ايهاب امين تركيزه، هو ايهاب مركز، مروان، عمرو زهران، كان عمرو زهران بال ما كانش بالمستوى يعني، بس كان كويس بس ما كانش، بس بدا يرجع ثبات مستوى. عمر طارق يعني ما شاء الله ما فيش اي مشكله، طبعا كمان لسه النادي الاهلي عنده اوراق مختفيه، احنا يعتبر لسه ما ظهرتش، يعني زي سيف سمير لسه يمكن ما ظهرش خلال الماتشات دي. نفس الكلام احمد اسماعيل، نفس الوضع ده. الغريب برضو عند يمكن في نادي الاتحاد برضو في حاجات غريبه حصلت برضو يمكن في الثلاث جيمات، وهي يمكن لغز، يمكن من ضمنهم برضو حته لغز جونسون المحترف، برضو بعيد ان يمكن الجيم الاخير 0 بوينت، بس في الجيم الثاني كان كويس قوي، الجيم الثاني حاطط 20 نقطه. النهارده يبقى النهارده اللاعب المحترف لازم يبقى ليه افريج، يعني النهارده زي ما قال كابتن عماد لازم النهارده عنده، دي برضو مأثره في حته نادي الاتحاد، تذبذب بعض اللاعبين زي ميدو، الدوله، هيثم كمال، حاتم البحيري، الكلام ده في العدد التذبذب، العدد بتاع المستوى اللي نازل في عدد الاتحاد كافراد اكتر من النادي الاهلي، ودي يمكن ظهرت، يمكن النادي الاتحاد ظهر يمكن في الجيم الثاني اللي هو اللي فاز فيه على النادي الاهلي اللي هي 80-62، كان طبعا النادي الاهلي كان ثاني جيم، كان الاتحاد بدا قلنا يمكن تبقى فيه هي دي الصحوه
طبعا اتفاجئنا في الجيم الثالث موضوع مختلف وش فرقه ثانيه لعبت تماما يعني يمكن يمكن احنا لو اتفرجنا اول جيم واحنا قلنا اول جيم والنهائي والاثنين مشدودين بس حتى الاثنين مش هو ده النادي الاهلي ولا ده نادي الاتحاد. نعم. طب خلاص احنا دخلنا في الجيم الثاني نادي الاتحاد بدا يدخل وبدا ياخد وكسب الجيم وكسبان فرق فطبيعي ان يبقى الجيم الثالث هيبقى فيه صراع انما ما كانش طبعا الصراع ده يمكن النادي الاهلي لو بصيت في الجيم الثالث عمل حاجه كانت واضحه جدا من اول ما بدا مسك في العشرة بونت بدا النادي الاهلي قدر يحافظ عليهم لحد نهايه المباراه لحد يمكن لحد نهايه المباراه اللي هي وصلت 6 بونت وبعد كده راح راجع تاني ل 10 النهارده النهارده الجيم خلاص يعني بيدي لا بيدي عمر الموضوع النهارده لازم يبقى في تركيز يمكن من اول حلقه لو تفتكر يا كابتن انا قلت لك الجيمات دي اكتر ناس عليها السبب المكسب والخساره طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى كوتشنج. النهارده اللي هيبقى مركز والنهارده اللي كل حاجه هتتعمل في الجيم محسوبه عليه لان مش مستحمله. الاول كنا نقدر نستحمل في اخطاء هتسحب النهارده ما اعتقدش انك هتقدر بس سلام عليكم في جيم خامس شكرا بالظبط. فالنهارده علشان كده بقول لك هي النهارده كلمه السر كوتشنج. اشكرك كابتن ميشو. كابتن سلعاوي يعني اكيد حضرتك عندك الكثير لتكون عن مباراه اليوم خاصه ثلاث مباريات اتلعبوا زي ما ضيوف الاعزاء تكرموا جيم واحد شكل جيم اثنين شكل جيم ثلاثه شكل ثاني. النهارده شايف المباراه ممكن تمشي ازاي؟ انا شايف المباراه صعب التكهن بيها اللي هي هتعتمد على مين اللي متوفق النهارده. تذبذب المستوى بين الفريقين. الاهلي قدم مباراه جيده جدا دفاعين الاولانيه. المباراه الثانيه نادي الاتحاد سيطر على المباراه. المباراه الثالثه نادي الاهلي رجع تاني في قوته الدفاعيه. انا عايز اقول بس الدفاع هو اساس الفوز النهارده بالنسبه لو الاهلي عايز يكسب لان العمليه بايد كل فريق اللي عايز يكسب هو هيبقى بايده مفتاح المكسب. لازم الاهلي يدافع كويس لازم يكون فيه هجوم سريع عندنا. طب كابتن تقيم دفاعات الفرقتين في الجيمات الثلاثه خلينا نقول كده تقييم وناخد راي ضيوفنا كلهم. لو قلنا التقييم من 10 وننزل كده تحت الاتحاد والاهلي تدي الاهلي جيم 1 دفاع كام؟ 8 من 10 8 من 10 تدي الاتحاد ادي الاتحاد 5 5 طب نخش على جيم 2 جيم 2 اعتقد ان لا الاهلي في الجيم الثاني كان دفاعه فوق التسعه في التسعه الجيم الثاني اللي خسرناه. طيب دفاع الاهلي كان نقول دفاع الاهلي كان 9 الماتش الاولاني دفاع الاهلي كان لا يزيد عن 4 5 4 والاتحاد بتهيألي كان أفضل. أفضل يعني ممكن الاتحاد 9 كمان. الجيم 2 اتعكس بقى الأهلي دفاعه 9 من 10 الاتحاد تديله كام؟ الاتحاد في الماتش الثاني اللي خسره ما كانش موفق خالص بصراحة يعني 6 7 بس كان أفضل حالة يعني كان أفضل حالة بس طيب. كان يعني لو ادينا له مثلا 4 نديله 6 ما هو بس كسب الجيم كسب بس كان دفاعه برضه ما كانش دفاعه. طب الجيم اللي فات يا كابتن اللي كان موفق 3 بوينت ده في الجيم الثاني الجيم الثالث بقى دفاعيا دفاعيا الاهلي كان قوي جدا في الجيم الثالث اقوى ماتش دفاعي اقوى دفاع الفرقتين كان الجيم واحنا التالي. اعتقد ان احنا قلنا الكلام ده كان يوصل 9 النادي الاهلي. انا اقول اللي هيستطيع النهارده يفرض اسلوب لعبه على الخصم دفاعيا وهجوميا هو اللي هيكون مسيطر على الجيم او وبرده الموضوع هيبقى في ايد اللعيبه. طب هل يا كابتن الكوتش حضر الكوتش قال بالظبط طب هل 3 بونت سلاح مهم النهارده خاصه سلاح مهم جدا لما بتبقى فايقه مع 3 بونت طبعا وبنلعب مع الاهلي بس يعني الاهلي يعني ماشي بس الاهلي برضو بتبقى سلاح من احد الاسلحه انما السلاح الاساسي في الاتحاد 3 بونت هو 3 بونت لا ودلوقتي الاهلي بقى ناس قوي تحت الباسكت الاتحاد صحيح. يعني برضو بقى عنده تحت الباسكت عنده 4 5 تحت الباسكت اقويه جدا ما نقدرش احنا عندنا عمر طارق مروان سرحان سيف في اكتر برضو من غير لكن انا عايز اقول برضو ان الاجانب لغايه دلوقتي مستواهم متذبذب ماتش عالي ماتش واطي اللي هيبقى متوفق النهارده هيساعد فرقته لان المفروض انا بجيب اجنبي المفروض الاجنبي ده يكون عامل اساسي وقوي في ان يخلينا اكسب نعم. ما يبقاش يعني الكوتش النهارده اعتقد كل مدرب ارى الفرقه كويس شافوا بعض كتير لعبوا مع بعض كتير النهارده اللي هيكون اكثر تركيزا واكثر رغبه في الفوز وهدوءا اعتقد هيبقى ده مفتاح من المفاتيح الفوز لكن هو هنرجع نقول ان الدفاع هو الاساس اللي هيدافع كويس هو اللي هيقدر يذهب بالمباراه. نعم كابتن سلعوي اشكرك. كابتن طاهر انا يعني شايف ان الماتش يعني ما نقدرش نقول مين اللي يكسب
لو جينا بصينا ان الاتحاد في الماتش الاولاني كان فيه اخطاء جوهريه تلافاها الاتحاد السكندري في الماتش الثاني. يا الله اعلم بقى يعني هي بانت لما عادوا الماتش، يعني حد يعني اجتمعوا وقرروا ان في حاجات مشاكل فحلها في الايه في المباراه الثانيه، عشان كده كان الاتحاد الاحسن في الماتش ده. انا شايف ان المشاكل بتاعت نادي الاتحاد اللي هي في الماتش الاولاني اتكررت في الماتش الثالث كوبي بيست، اتكررت يعني مع استحياء انما اتكررت من ناحيه انا وجهه نظري، زي مثلا يعني اقول اللاعب المحترف اللي عندهم ما يلعبش بوينت جارد، ده راجل هداف والراجل بتاعه في ظل قله التهديف من احمد عادل وقله التهديف من بقيه الجاردات ومصطفى فوده مش موجود، فمفروض ان ده حد يخدم عليه عشان هو يجيب السكور بتاعه. نعم. كان في اول ماتش اتلعب بوينت جارد، الماتش الثاني ما لعبش بوينت جارد، الماتش الثالث لعب بوينت جارد. نعم. علي شارك في الاول قليل في اول ماتش، اول ماتش ما شاركش خالص، الثاني ماتش مسك عمر طارق كويس قوي، عمر طارق بسم الله ما شاء الله يعني اليومين دول ماشي كويس رغم ان هو يفوق في الطول بالزبط. طبعا لازم يبقى في طريقه معينه سواء فنيه سواء بدنيا عشان اقدر اوقف عمر طارق ده. طب كابتن طاهر هستاذنك انا هاجي لحضرتك تاني، بس خلينا نروح لارض الملعب زي ما عودنا جماهيرنا ونروح لمراسلنا العزيز فاروق صلاح من صاله شباب الرياضه عشان لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا فاروق. برحب طبعا بكابتننا الكبير كابتن هيثم السعيد، والنهارده معاك يعني استوديو مدجج بالنجوم، تحياتي لنجومنا الكبار الكابتن طاهر رجب، الكابتن محمد السلعاوي، كابتن امام عبد البديع، والكابتن عماد الدين محمود، وخالص تحياتنا طبعا يا كابتن هيثم لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل صاله الشباب والرياضه بمدينه السادس من اكتوبر، وقبل انطلاق المباراه الرابعه في مرحله بيست اوف فايت ما بين الاهلي والاتحاد 2-1 هي محصلة الثلاث لقاءات الماضية، الأهلي فاز في اللقاءين اللقاء الأول واللقاء الثالث، بينما فريق الاتحاد فاز في اللقاء الثاني. مباراة مهمة جدا، وخليني أكد لك على صعوبة هذه المباراة، هي أهم وأصعب مباراة في هذه المرحلة بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيريد الحسم في هذه المواجهة، تعرف طبعا يا كابتن هيثم أن الفريق هيتجه إلى رواندا يوم الخميس القادم بمشيئة الله، وطبعا هيلاقي فريق ريج الرواندي في أول مباراة يوم السبت. يفضل طبعا الكلام اللي قاله مستر اوجوستي بوش مع اللاعبين النهارده، مهم جدا ان انا انهي النهارده فوز بالدوري طبعا واحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، مهم جدا ان انا ادي فتره راحه او وقت كافي للاعبين قبل السفر والتوجه الى رواندا، ده كان محور كلام مستر اوجوستي بوش النهارده مع اللاعبين في ضروره استغلال هذه المباراه وقوه الدفع بعد المباراه اللي اداها الفريق. وخليني اقول لك برضو ان هناك بعض الامور اللي اكد عليها مستر اوجوستي بوش مع اللاعبين النهارده في يوم اللاعبين اللي كان تناول من خلاله اللاعبون وجبه الافطار، ثم المحاضره الفيديو اللي عقدها مستر اوجوستي بوش مع اللاعبين واتكلم على المباراه واشاد بالجانب الدفاعي جدا المميز اللي اداه الفريق في المباراه الاخيره، واكد على هذا الامر على بعض الجوانب الدفاعيه والخططيه الخاصه بفريق النادي الاهلي في المباراه الاخيره اللي اداها بشكل مميز جدا، واكد على اللاعبين ضروره ان احنا ننهي النهارده هذه المباراه ونفوز بالدوري ويبقى قدامنا وقت كافي ان شاء الله للراحه قبل التوجه الى رواندا. على الجانب الاخر فريق الاتحاد بيتمسك بالامل الاخير وضروره ان هو يرجع تاني مره تانيه للمنافسه ويلعب المباراه الخامسه طبعا اللي هتكون يوم الاربعاء القادم، لكن ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي قادرين. اللي انا لمسه النهارده يا كابتن هيثم وجود اللاعبين، التركيز اللي عند اللاعبين بضروره النهارده ان شاء الله التركيز يكون موجود، توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون موجود مع لاعبي النادي الاهلي اللي شايف على ملامحهم في تركيز كبير جدا في هذه المباراه. طبعا النادي الاهلي بدون اي غيابات
طبعا زي ما حضرتك استعرضت قائمه فريق النادي الاهلي لهذه المباراه، عمرو زهران ومؤمن طارق خيري وعمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي ومروان سرحان، سيف سمير، احمد اسماعيل وتومسون، محمد ابو النصر وعمر طارق. عايز اقول لك ان نادي الاتحاد السكندري بيغيب عنه في هذه المباراه رامي ابراهيم وياسين فؤاد للاصابه. طبعا الاتحاد المصري لكره السله كان محدد طبعا 25 فرد من كل فريق الى الحضور هذه المباراه، مباراه طبعا بتقام بدون حضور جماهيري، يقتصر الحضور على 25 فرد من كل فريق الى جانب طبعا اعضاء مجلس اداره الفريقين. عايز اقول لك ايضا ان طاقم التحكيم لهذه المباراه هيكون بقياده انايا فرايلي من بنما، واوسكار لوسيز من لاتفيا، والحكم جوني باتيستا من بورتريكو. عايز اقول لك ان يعني الامور هنا يعني التنظيم، الامور كل الامور الخاصه بهذه المباراه بتظهر في اجمل وابهى صوره. نتمنى طبعا التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. النادي الاهلي وفريق والعاب الصالات في النادي الاهلي بعد تحقيق 16 بطوله هذا الموسم من اجمالي 21 بطوله، بيطمح ان شاء الله فريق فرق الصالات في النادي الاهلي ان هم يحققوا البطوله رقم 17. نقطه مهمه جدا عايز اكد عليها يا كابتن هيثم مع حضرتك، طبعا ان انت بتتكلم في خلال 27 او 28 يوم النادي الاهلي فريق كره السله في النادي الاهلي هيخوض اللقاء رقم 14. طبعا مع اختلاف المدارس اللي خاض امامها النادي الاهلي سواء في بطوله البال، سواء في بطوله كاس مصر امام نادي الزمالك، وايضا بطوله دوري السوبر، مع اختلاف المدارس اللي انت لعبت قدامها، مع اختلاف المستويات، اكيد طبعا كان بذل اللاعبين مجهود ذهني ومجهود بدني كبير جدا. ده من الامور مهمه جدا اللي اكد عليها مستر جوست بوش في كلامه وحديثه مع اللاعبين، انا مقدر جدا حجم المجهود اللي انتم بذلتوه على مدار الفتره الماضيه. الاهلي اكثر الفرق خوضا للمباريات خلال الفتره الماضيه، ان شاء الله شخصيه لعيبه النادي الاهلي وقدره وطموحات لعيبه النادي الاهلي النهارده تفرح كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي قادر يحقق الانتصار ويحافظ على درع الدوري. طبعا انا موجود معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق صلاح زميلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، يعني الحقيقه انت غطيت كل النقاط اللي كنا ممكن نتساءل فيها، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما بقول لحضراتكم مباراه النهارده مباراه مهمه، النادي الاهلي يعني في حاله فوزه سيتوج مباشره باللقب، في حاله التعادل 2-2 او فوز نادي الاتحاد هنروح لمباراه فاصله، ما فيش مباراه بعديها، هتكون بعد باكر باذن الله. ودي طبعا صوره من ارض الملعب، والتسخين دخل في مراحله الاخيره. كابتن طاهر معلش انا قبل الفاصل قطعت او قبل الانتقال للملعب قطعت حضرتك، اكيد عندك ما يعني تزيده او تتكرم ان انت تضيفه في الناحيه الفنيه. اتفضل. احنا كنا بنتكلم على الحاجات اللي حصلت من الاتحاد السكندري او الفكر بتاع الاتحاد السكندري في الثلاث مباريات. برضك ميدو طه كان في اول مباراه ما خدش وقت كافي، وهو انا اعتبر ميدو طه ده بتاع الكوارتر الرابع باستمرار، يعني عنده حلول كتيره، ما خدش فرصه في المباراه الثالثه. اما بالنسبه للاهلي فطبعا في المباراه الثالثه رجعت مكانات التهديف بتاعته الى العمل، بدليل ان ايهاب امين طبعا هو من الهدافين بتوع مصر كلهم، جاب 21 نقطه، وعودة عمرو الجندي بعد طبعا ما كان في البال إلى حد ما كان يعني كان مش فات ساعتها وما لعبش أعتقد في البال إلا دقايق معدودة، إنما رجع في الماتش اللي فات وشفناه، وبدليل برضك إن هو لما في رجعته دي جاب 12 بونت، فدول مكانات التهديف اللي ادى ان المباراه الثالثه يحصل فيه فرق السكور كمان ما بين زائد. الحاجه الاساسيه ان تومسون عاد لوظيفته الاساسيه ان هو يلعب، ان هو يشغل المكانات التهديف دي. لما كانت مكانات التهديف واقفه، عشان ده من الدلائل على ان تومسون ده مفيد جدا، هو اللي كان متولي التهديف وخاصه الثري بوينت. انت من اول يوم انت مقتنع بيه جدا. انا مقتنع بيه جدا، والاستاتستيك بتاعته او الاحصائيات حتى على البطولات عموما، هو جاب سبع بطولات لعبهم مع الاهلي خدناهم. كابتن طاهر احنا يعني دقايق قليله يمكن دقيقتين ثلاثه نروح لارض الملعب، هاخد من كل ضيف ومن كل طبعا نجومي توقع للمباراه، مش توقع نتيجه، توقع سير المباراه. خلينا نقول نتيجه يعني دي في علم الغيب لان المباراه طبعا تاف جيم، بس خلينا اقول توقع سير المباراه، نبتدي بالهاف تايم الاول او الكوارتر الاول والثاني، حضرتك شايف هيمشوا ازاي يا كابتن طه؟ انا هيمشي ايكول جيم،
واعتقد ان هي هتبقى الفروق 3 بونت 4 بونت زي المباراه الثانيه. اعتقد اعتقد المباراه هتمشي متساويه برضو بين الفرقتين. ومين يجيد استخدام الاوراق اللي على البنش احسن من كلتا المدربين حتى في اي وقت، لان اللي على البنش ده هيساعد جامد جدا جدا. لو جه صاحي ومركز هيفرق معانا. كابتن عماد، انا شايف ان في حماس جامد قوي في الفرقتين. الاهلي عايز يحسم. شايف كده في التسخين؟ لا. بس انا شايف في الاستعداد سواء في اوضه اللبس او في ظروف المباراه، ظروف الماتش ده الاهلي عايز يخلص عشان يرتاح يروح النهائيات. فالبدايه هتبقى قويه جدا من الاهلي. البدايه من الاتحاد نفس الحكايه، دي اخر فرصه هتبقى قويه جدا. وانا متوقع ان بدايه الاتحاد هتكون اقوى، وهيكون الديفنس هو المفتاح. البريشر ديفنس على الجاردات بتاعه الاهلي زي الماتش الثاني، لو قدروا يخرجوهم اوت اوف رينج بعيد عن عن السناتر ومناطق الشوط. بالظبط، مناطق الشوط، ودي نجحوا فيها الماتش الثاني مع استسلام لعيبه الاهلي في الماتش الثاني. لو قدروا يعملوا الكلام ده اعتقد ان هتبقى الستارت شويه للاتحاد. العكس في الاهلي، الاهلي جاردات بتوعه طوال، لو قدروا يلعبوا اللي هو الساك ديفنس او الديفنس المقفول مع البول بريشر على اللعيب اللي معاه الكوره بس، الاهلي هيبقى عنده الافضليه. بس انا توقعي بنسبه بسيطه الاتحاد ممكن يكون عنده دفع اقوى شويه. كابتن ميشو، بص انا متوقع يعني ان الكورتر الاول مختلف عن الكورتر الثاني. انا متكلم يعني اتوقع كده ان الكورتر الاولاني هيبقى الدنيا فيه لسه فيه شده، هيبقى الشده فمش هيبقى فيه السكور اللي احنا يعني متخيلينه. الكورتر الثاني هيبقى الدنيا يعني اتوقع برضو ان هيبقى في اللعب خلاص بقى هيكونوا الشده الى حد ما. ما تنساش ان النادي الاهلي مكسبه النهارده جيم يوديه لبطوله الدوري، النادي الاتحاد عايز يكسب عشان يروح للجيم الثالث، فهي في البدايه هيبقى فيها نوع شده، لكن الكوارتر الثاني هيبقى في اللعب. وتوقعي لو نادي الاتحاد عايز يكسب الجيم، دايما نادي الاتحاد عنده حته كده معينه، حاجتين اساسيين، رقم واحد ان يكون عامل سكور، رقم اثنين اللي هو المفتاح اللي هو الثري بوينت. نادي الاتحاد عموما يعني كتاريخ كنادي الاتحاد الحته دي لو اتوفقوا فيها يقدروا يعدوا باللي هم ببر الامان لو عايز تطلع بالجيم. فده تصوري في الكوارتر الاول والثاني ان الجيم هيمشي برضو ايه طف. وانا الحقيقه اضم صوت وصوت الكباتن، الكوارتر الاول والثاني هيمشي طف، بس انا حاسس يعني يمكن زي ما كابتن عماد قال ممكن تبقى الافضليه شويه نادي الاتحاد، لان الدوافع موجوده قويه اقوى، فممكن نلاقي في بالذات في الربع الاولاني هنلاقي ضغط وبريشر وحماس كبير من نادي الاتحاد. وتتوقف على التحضير النفسي بين المدربين. بالزبط. صحيح. انت محضر فرقتك ازاي، خاصه ان انت عندك يوم اوف، يعني زي ما حضراتكم شايفين خلاص اللعيبه انسحبت من ارض الملعب، كل لعيب بيرمي يعني رميه فري ثرو زي ما اتعودنا وبيروح على البنش لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نطير اعزائي المشاهدين الى صاله الشباب والرياضه بالمدينه السادس من اكتوبر عشان نقل لحضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه في المباراه العصيبه، العصيبه جدا، المباراه اللي هتبقى فيها يعني فنيات وفيها شد عصبي شديد اتوقع ذلك، ما بين الاهلي والاتحاد في جيم فور في سلسله نهائيات دوري السوبر مع معلقنا الكبير الكابتن احمد مناع. فالى هناك. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه بتقدم النادي الاهلي 40-38. جاء هداف النادي الاهلي عمرو زهران برصيد 10 نقاط في الفتره الاولى والثانيه، وجاء هداف نادي الاتحاد يوسف شحاته برصيد 7 نقاط. مباراه كما توقعتها انا وضيوفي الكرام، مباراه ستكون عصيبه، مباراه قويه، مباراه على صفيح ساخن. ارجع لضيوفي في الاستوديو نعرف فنيا ايه اللي تم في الفتره الاولى والثانيه. ابتدي بيك يا كابتن طاهر، شايف ايه الفتره الاولى والثانيه؟ انا طبعا الماتش يعني جميل جدا، وانا شايف ان مكانات التهديف ابتدت ترجع بدليل ان السكور 40-38. بس هي في نقطه في الديفنس، الترانزيشن ديفنس بتاع الرجوع بتاع الاهلي اسرع واقوى من الرجوع بتاع الاتحاد. فيعني اعتقد ان كان في كذا فاست بريك اتلعبت على الاتحاد، هي يعني ما نقدرش نقول ان هي عملت فرق كبير، لان الوضع باسكت، بس الجاردات هنا وهنا اللي هم مسميهم مكانات التهديف كانوا النهارده كويسين جدا. يعني ما فيش لعبه من تحت الحلقه، مش
مش بالقدر اللي هو اللي بيلعبوه الجرات. ودليل عمرو زهران وإيهاب أمين والجندي حتى أول ما نزل كان يعني كله صغر. وبعدين في نقطة كمان إن مستر أوجستي إدى ثقة تاني لسيف. نعم. ودي صحيح. صراحة مهمة يحصل عليها في ماتش زي ده. في ماتش زي ده ان انت ما بيلعبش بقاله مدة وما بيديش وبتاع وانا اديله ثقة دي بيبقى ليها يعني نتيجة كويسة حتى اذا كان في الماتش في الثالث والرابع او على مدار الماتش او اذا قدر الله الماتش الجاي هيبقى هيكسبه. نعم. ومن ناحية دي أنا شايف إن ميدو طه برضك عامل كوارترين جامدين جدا بصرف النظر إن يوسف شحاتة كان هو الهداف. فودة طبعا رجع كان ليه إضافة كان ليه أثر وخاصة في الديفنس فأوريدي. الشيء الثاني بقى إن تومسون كمان زي ما ذكرنا قبل كده أقلم نفسه على اللعب. نعم. لما بيبقى فاضي والجاردات مش مساعداه بيجيب باسك وجيب جابت 2-3 بونت. اشكرك كابتن طاهر. كابتن سلعاوي عايز اقول مباراه من اروع المباريات في الموسم. مباراه جيده جدا. مباراه بقالنا كتير ما شفناش الاهلي والاتحاد بالمستوى ده او مباراه تختلف اختلاف كلي عن الثلاث مباريات التانيين. فريقين مصممين على المكسب كل فريق عايز يكسب. المدربين نزلوا باللعيبه الاساسيه بتاعهم. الروح عاليه جدا في المباراه. لكن الدفاع برضو ايد كلام الكابتن طاهر ان النادي الاهلي رجوعه بيبقى اسرع من لعيبه نادي الاتحاد. السكور كان في الشوط الاولاني 25-24 طبعا يعتبر سكور عالي وكمان 48-38 طبعا سكور عالي. عمرو زهران من الاهلي ويوسف شحاته من الاتحاد كانوا من احسن اللعيبه يعني كانوا هجوم الهجوم احسن من الدفاع. ده ادينا مؤشر ان الهجوم بتاع الفريقين احسن من دفاعه. لكن عايز اقول برضو ان تومسون كان يعتبر في الشوطين دوت هو رمانه الميزان بالنسبه للنادي الاهلي. حط 3 بونت من اغلى 3 بونت هتبقى في الجيم. نعم. اللي هو كان الاتحاد رايح حط باسكت الكره اتقطعت فرق 3 بونت قدر يشوط ثلاثية. عايز اقول ان التغييرات المدربين الاثنين معمول حسابها جيدا. المدربين الاثنين بيغيروا تغييرات قوية وحساسة. نعم. اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن امال طبعا انا شايف في شغل عالي جدا من الاثنين مدربين وتحضير الماتش ده بالذات بشكل يعني الاتحاد لعب الفلسفة اللي انا توقعتها وكانت تكون هتنجح لولا ان اوجستي محضر نفسه للفلسفة دي عشان كده قدر يطلع بالكوارتر الاولاني تقريبا تعادل او الاتحاد كسبان فرق بونت. الاتحاد نزل يلعب راش جيم يعني جيم سريع عشان عارف ان دي سلاحه بالامكانيات اللي عنده وساعده في كده ان المدرب بتاع نادي الاتحاد كان عنده من الجرأة والشجاعة ان يعمل تغييرات كتير عشان يساعده في السيستم ده. الاهلي كان حاضر ذهنيا ويمكن احنا اتكلمنا في الاستوديو وقلنا ان اول مره نشوف اوجستي بوش يبقى حريص من البدايه وبيلعب بإيهاب امين وعمرو الجندي مع بعض لان اوجستي بوش متعود ان هو بيبدا عادي وبعد كده يفنش بال لا بدا بدايه قويه عشان هو عارف ان الاتحاد ناوي يبدا بدايه قويه وعارف ان هو مش عايز يفضل يحصل في الاتحاد والاتحاد يفرق. فنجح الاثنين مدربين نجحوا لغايه دلوقتي. اعتقد السياسه دي لو كان نادي الاتحاد اتبعها من اول ماتش للماتش الرابع كان هيلاقي نتيجتها دلوقتي افضل من كده. انما للاسف الاتحاد في الماتش الاولاني والثالث كانش بنفس الفلسفه الهجوميه اللي هي اتميز بيها الاتحاد السرعه. طبعا واجهها زي ما كابتن طاهر وكابتن سلاوي قالوا ان ترانزيشن ديفنس بس دي انا شايفها انه حاضر من اوضه اللبس قبل المباراه ان الاتحاد هيعمل كده فانت هتعمل كده. الماتش رائع. الماتش سريع. لو الاهلي قدر يحافظ على الايكوال جيم عنده مفاتيح زي تومسون وإيهاب أمين وعمر الجندي. إنما الاتحاد بيراهن على إن يجهد لعيبة الأهلي ولو قدر يعمل حتة دي الاتحاد يقدر يخلص الجيم في الآخر. أشكرك كابتن عماد. كابتن ميشو الجيم ده مختلف عن الجيمات الثلاثة. الجيم ده فيه مبدأ كده للفرقتين حاجز الخوف والحرص والقلق ده بقاش موجود. خلاص الموضوع ده بقاش موجود والدليل ده سكور بتاع النهاردة الجيم 40-38 ده سكور عالي وده يمكن اعلى سكور حصل يمكن في الثلاث جيمات. بس في حته
كويسه وحته مش كويسه بالنسبه حتى للفرقتين. فرقتين كانوا يمتازوا بالديفنس القوي. النهارده الملعب مفتوح كله مفتوح. لو بصيت لفرقه النادي الاتحاد وفرقه النادي الاهلي البريتريشن ايزي لياب، ناس رايحه ايزي لياب. حته تانية الفرقتين عندهم مبدا كده غريب في الجيم ده انا يمكن بلاحظه وبالارقام، الحته بتاعه الاوفنسيف ريباوند. يمكن كان الاهلي ويمكن الاهلي عنده الميزه كان في الحته دي، عدد الريباوند بتاعه كان بيمتاز بيه. النهارده الاهلي والاتحاد ما عندهمش، خلاص كل فرقه هي وان تراي بيتعمل وان تراي. الحته الثانيه اللي اتلاحظت نسبه الثري بوينت مش هي كانت يمكن في بدايه الكوارتر الاول للنادي. انا عايز اقول لحضرتك ان نادي الاتحاد جايب 3 رميات ثلاثيه من اصل 7 اوكي، والنادي الاهلي جايب 4 من اصل 12 بالظبط. اذا الاتحاد متخلي عن سلاح، يعني حتى الان سلاحه الاساسي الغريبه ان الاتحاد حاطط 38 نقطه منهم 3 رميات ثلاثيه فقط. فالنهارده الاتحاد زي ما قال كابتن عماد مغير طريقه لعبه خالص، مغير طريقه. بس خلي بالك هو السلاح الاساسي لنادي الاتحاد هي التلاتة بونت، مش جايب كتير، مش جايب كتير. جايب 38 بونت. ليه ما هي دي الحته اللي انا بتكلم عليها. النهارده الديفنس بتاع النادي الاهلي بقى مفتوح زياده عن اللزوم، فعطى فرصه النهارده. انا بحاول ان انا ااكد الباسكت، ولو بصيت ان النهارده ميدو طه كان بيروح كذا مره رايح للليب، دومينيك الى حد ما بدا يحاول، انس بدا ياخد. النهارده الملعب بقى في حته، خلي بالك الممكن كان الاسكور ده كان ممكن يزيد اكتر من كده لو كل من ميدو طه وإيهاب أمين يطلعوا الكرة بتفضل كتير قوي مع الاثنين اللعيبة دي. ولو تلاحظ ان هي بتبدأ تخلص في الاخر، لو الكرة مشيت بالريتم اللي حاصل ده كنت ممكن تلاقي الاسكور بيفتح دخل في الاربعة. فدي دخل في ماشي قوة هجومية انا معاك ومتفق معاك تماما، بس مش قوة دفاعية. خلي بالك اللي هيكسبك مش الاوفنس لحد النهاردة. النهاردة لو فرقة بدأت تركز، وانا قلت الكلام ده من البدايه كابتن ميشو، انا شايف انه خلاص، معلش يا كابتن ميشو، خلاص شايف انه خلاص اللعيبه بدات تنسحب من ارض الملعب عشان التسخين. لا بس لسه قدامنا بتاع دقيقه ونص كمان. كابتن ميشو من اللي انت شايفه كده بسرعه، شايف الجف اهلي ولا اتحاد؟ ما حدش يقدر يحددها، ولكن انا شايف ان الاقرب الى حد ما لو الاتحاد بدا يقفل حته الديفنس ممكن تروح الارجح للاتحاد. كابتن عماد، لو الاتحاد استمر في السرعه بتاعته في الاداء السريع والاهلي ما قدرش يجريه بالتغييرات بعد جوستي، انا شايف فرصه الاتحاد اعلى. كابتن سلام، انا شايف الاهلي ان شاء الله. كابتن طاهر، بدون تعصب في الكريتيكال تايم انا واثق ان الاهلي هيعدي. اذا هناك رايان ضيوف، يعني ما اتفقوش على راي واحد. راي قال انه طالما المباراه ماشيه ايكوال جيم فحظوظ الاهلي اعلى، لو الاتحاد تمسك بطريقه الدفاع حظوظه اعلى في الاتحاد. خلينا نشوف التاتو الرابع يحصل فيه ايه. خليني بس افكر حضراتكم ببعض النسب. نسب 3 بونت في الاتحاد السكندري 42% او 43%، في النادي الاهلي النسبه 33%، الرميه الحره في الاتحاد 43%، نسبه الرميه الحره في الاهلي 75%. خلينا نروح مع معلقنا الكابتن احمد مناع لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه. خلاص خطوه، ويعني بعديها نعرف ايه اللي تم وايه اللي هيحصل. يا الاهلي يتوج يا يؤجل ذلك الى مباراه بعد بكره، مع معلقنا الكبير احمد مناع، فالى صاله الشباب والرياضه في مدينه السادس من اكتوبر. معلقنا الكابتن احمد مناع، الف مليون مبروك ليك يا كابتن احمد، الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه. فوز مهم النهارده وتاكيد لرياده النادي الاهلي في كره السله دوري السوبر للموسم الثاني على التوالي، الف مليون مبروك. الحقيقه هذا النصر يدري النادي الاهلي كمان الحق في مشاركه ثانيه في الباسكت بول افريكا ليج في 2024، وده المكسب الحقيقي. بطل مصر يشارك للمره الثانيه ان شاء الله في بطوله افريقيا. كل التوفيق لهذا الفريق، الف مليون مبروك للنادي الاهلي. فرحه اللاعبين تستحق الحقيقه اللعيبه. النهارده النادي الاهلي قدم مباراه كبيره، ونادي الاتحاد كمان الحقيقه قدم مباراه كبيره، محدش يقدر ينكر ده. الفرقتين كانوا بيكافحوا لاخر ثانيه بامانه، بكل صراحه، بكل يعني منطقيه. بنقول مبروك للنادي الاهلي، بنقول هارد لك نادي الاتحاد. مباراه النهارده رائعه تليق بنهائي الدوري او دوري السوبر في مصر. الف مليون مبروك، مبروك مستر اجوستي بوش المدير الفني الحقيقه اللي عمل طفره كبيره منذ قدومه. سبع بطوله ليه النهارده، بيكسب دوري بكاس ودوري في السنه دي، والسنه اللي فاتت 8 بطوله كمان، والسنه اللي فاتت فاز بخمس يعني بطولات. يعني ارجع واقول ان ده ما جاش صدفه، ده نجاح تخطيط، نتيجة دعم كمان من مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة اللي وفر لهذا الفريق كل شيء، وفر لهذا الفريق الصفقات، وفر لهذا الفريق
الاعداد، الاستقرار، كل شيء. الحقيقه النهارده عندنا فرقه بتلعب وفرقه كمان بره جاهزه ممكن تلعب تاني، فريق سكواد كبير استوعب موسم كبير. مستر اجوست الحقيقه خطط للمباريات دي بشكل جيد الحقيقه. في البال في لعيبه كتير جدا ما شاركتش، ما كانش مركز انه كده كده هو هيتاهل في البال، ولكن تركيزه كان في ان هو يقدر يعني يخش المباريات السوبر بشكل جيد. زي ما حضراتكم شايفين قناه النادي الاهلي ايضا مع ابطالنا في دور الثمانيه في كره اليد، والمباراه في الويندو الثاني مع جي اس كي الكونغولي. نتمنى كمان التوفيق، يمكن وقت المباراه امتد فما قدرناش نروح مباشره، احنا معاكم وجايبين الملعب وجايبين المباراه وهنغطيها كمان واحنا بنغطي الاحتفاليه الكبيره واللحظات المهمه اللي عايشاها فريق كره السله. ولكن فريقنا فريق اليد بياخد مباراه مهمه النهارده في دور الثمانيه ان شاء الله في حاله التاهل، هيلعب بعد بكره مباراه قبل النهائي. عندنا بطوله مهمه وبتهيألي ان شاء الله يكون ختامها مسك يوم الخميس، نهائي بطوله افريقيا لابطال الكؤوس، وبذلك سيتم الانتهاء تماما من موسم 2022-2023 في النادي الاهلي للالعاب الاخرى، خاصه ان المباريات او البطولات الاقليميه للفرقه المختلفه خلصت بنهايه ابطال الكؤوس. الف مليون مبروك. نرجع للويندو الثانيه مباراه كره السله، الف مليون مبروك. يبدو الفرح على مستر اجوست بوش، ما حضراتكم شايفين يبدو الفرح على اللعيبه النهارده كلها رجال. انا من الحقيقه مش قادر اقول مين كان كويس ومين كان وحش، الحقيقه كلهم كانوا رجاله. خلينا يعني برضو ارجع لضيوفي، ابتدي طبعا بكباتن نادي الاتحاد اللي منورني في الاستوديو كابتن عماد هارد لك، بس مباراه كبيره الحقيقه للفريقين. مبروك كابتن هيثم، مبروك كابتن سلام، مبروك كابتن، مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك اللعيبه فعلا كافحوا، الفريقين كافحوا. انا وجهه نظري الاهلي كافح بس عنده رتم، عنده تومسون كان رابط الجيم بخبرات، الاتحاد كافح قوه لكن بدون رتم، مفيش حد كان بيقود. انا مش هتكلم كتير في الفنيات، خساره نادي الاتحاد بقاله 3 سنين بعيد عن المنصات رغم الميزانيه الكبيره اللي رصدت الفريق ورغم الامكانيات الضخمه من اللاعبين اللي محدش ينكر ان هم ممكن يكونوا احسن فريق فيه سكواد وفيه لعيبه، لكن اكيد في اخطاء كتير ما اقدرش انا اتكلم في الاخطاء دي في العلن، ممكن في الغرف المغلقه مع المسؤولين في نادي الاتحاد، واتمنى ان المسؤولين في نادي الاتحاد يبداوا يسمعوا لاجيال نادي الاتحاد اللي هي جابت تاريخ لنادي الاتحاد، ما يبقاش الشغل بعيد عنهم، لان نادي الاتحاد ما ينفعش النجوم الكبار مدحت ورده وجيله الجيل بتاعنا ان يكونوا بعاد جدا عن المنظومه. اتمنى ان ده يرجع وهو ده السبيل، لان مش هيجيب البطوله غير ولاد نادي الاتحاد، مع احترامي لاي اراء تانية بتتقال. شكرا لقناه الاهلي على استضافتنا، مبروك الاهلي يستحق، هارد لك الاتحاد اللي عنده يعني فريق قوي جدا. اشكرك يا كابتن عماد، وده مش غريب عليك اخلاقك ومش غريب عليك يا كابتن عماد، احنا اتعلمنا منك الاخلاق والله يا كابتن عماد، وتعلمنا منك ويعني من كل قلبنا بنقول أكيد. لحضرتك والجمهور الاتحاد ونادي الاتحاد هارد لك كابتن ميشو. اتفضل. اولا مبروك النادي الاهلي، مبروك مجلس ادارته، مجلس اداره فعلا وقف جنب فرقته، سواء الدعم سواء صفقات سواء وقفه نفسيه ان يقف معاه. طبعا الف الف مبروك، مبروك ليك يا كابتن هيثم، كابتن السلعاوي، كابتن طاهر، جمهور، مبروك لجمهور النادي الاهلي. نادي الاتحاد يعني فعلا انا يعني الواحد حزين ان الفرقه بقالها كتير اتصرف على الفرقه، لا في دعم مادي، اي متطلبات خدوها سواء تغيير مدرب سواء صفقات لعيبه، جابوا لعيبه يمكن صفقه انس على صفقه يوسف شحاته مبالغ كبيره طبعا اتدفعت، وللاسف ما قدرناش نحقق بطوله الدوري، طالع من الكاس في السيمي فاينال، فحتى خروجك يمكن من الكاس بدري لا يبقى لازم يبقى في علامه استفهام للفرقه. يمكن بخصوص الجيم النهارده يمكن احنا اتفرجنا في فرق بين حاجتين، نادي الاتحاد اتفرجنا عليه في الكوارتر الاول والثاني غير نادي الاتحاد في الكوارتر الثالث والرابع تماما، تصرفات غريبه جدا، اخطاء شخصيه ما ينفعش تطلع من لعيبه بتلعب دوليا او بتلعب باسم نادي الاتحاد، يحصل الاخطاء المتسرعه في طبعا من بعض اللاعبين، اخطاء غريبه جدا، التصرفات، السلاح اللي انا برضو ما زلت اقول لك عليها كابتن هيثم، سلاح نادي الاتحاد دايما اللي هو حته الثري بوينت احنا مفتقدينها حتى في الكورتر الثالثه، لو اتفرجت عليها دومينيك واحده
والدوله في الاخر واحد مش هي يعني مش هو ده طريقه لعب نادي الاتحاد. ولكن في الاخر يعني في الاول والاخر مبروك نادي الاهلي النهارده ما بالظبط فده وضع طبيعي. ولكن اللي انا بقوله ان مبروك ممكن للنادي الاهلي ان هو طالع, انا شايف ان هو طالع من ظروف صعبه النادي الاهلي, ان طالع من بال ولاعيبه وكاس مصر قبليه وفي لاعيبه ما كانتش موجوده يمكن في البال, ازاي تجهزها نفسيا؟ فهي دي اللي فعلا بحي عليها كوتش اوغستي. مبروك تاني مجلس اداره النادي الاهلي, مبروك جمهور النادي الاهلي, الف اشكرك يا كابتن ميشو. يعني مبروك نادي الاهلي هارد لك نادي الاتحاد. خلينا نرجع تاني لصاله الشباب والرياضه. زي ما حضراتكم شايفين احتفالات اللاعبين يمكن في انتظار الاعداد لمنصه التتويج. امبارح على نفس الصاله شفنا منصه التتويج بتحتضن ايضا فريق كره السله سيدات وحصوله على خامس بطوله هذا الموسم بدون هزيمه. النهارده كره السله في النادي الاهلي بعدما كانت تعاني لسنوات استطاع مجلس الإدارة أنه يحول كرة السلة إلى يعني أحد يعني الأفرع اللي الحمد لله يعني نادرة لما تخسر بطولة. خلينا أقول كمان أنه يعني مش بس على مستوى الفرق الأولى ولكن على قطاع الناشئين والناشئات أيضا. النادي الأهلي عامل طفرة عمرنا ما هننسى أكيد يعني الطفرة اللي حصلة وعدد اللاعبين اللي بتشارك مع المنتخبات. إذن كرة السلة في النادي الأهلي النهاردة نجح بشكل كبير ان هي يعني ترجع تاني لسابق عصرها, والتاريخ الحقيقه دلوقتي بيصنعه هؤلاء اللاعبين. انا عايز اقول لكم ان انا جالي حتى على تليفوني دلوقتي رسائل والماتش شغال, يعني محبين لجماهير من جماهير النادي الاهلي عندهم ثقه ان الفرقه تكسب برغم ان احنا قاعدين احنا وضيوفي مش عارفين مين يكسب ومين ما يكسبش وقاعدين نقول يعني بونت بونت, ولكن يعني في جماهير كانت عندها ثقه في هذا الفريق. زي ما حضراتكم شايفين الحضور الدكتور ماجده مفريخه, الكابتن عمرو مصلحي والكابتن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد, طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي امبارح كان في نفس المكان بيتوج وبيقلد السيدات الميداليات الذهبيه. مشهد تكرر كثيرا الحقيقه هذا الموسم. مجلس اداره الاتحاد المصري كابتن خالد القوسي, كابتن ايهاب محسن, كابتن حمدي المناعي, كابتن البشبيشي, كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري وطبعا زي ما قلت على راسهم الدكتور مجدي ابو فريخه. خلينا نحيي النهارده اتحاد كره السله على دوري ناجح, على قرار جريء ان هو يستخدم حكام اجانب. الحقيقه اللي انا بحيي هذا القرار, ولولا هذا القرار ما كانش الماتش هيطلع كده, واحنا اتفقنا كده مع ضيوف الحقيقه. لو التحكيم كان النهارده فيه هزه مع الفنيات العاليه والعصبيه الشديده في المباراه ما كانتش هتعدي بسلام زي ما عدت كده. فرصه كويسه ان حكامنا تتعلم, فرصه كويسه ان حتى الحكام الصغيرين, احنا النهارده عندنا ازمه في الحكام الصغيرين اللي طالعين, احنا بنشوف في قطاع الناشئين حكام محتاجه تتفرج على ده. زي ما حضراتكم شايفين بدا تكريم طاقم الحكام الاجنبي اللي حضر وحكم الخمس لقاءات بنفس الاداء بنفس يعني التحكم بنفس التركيز. هنا في طبعا الميداليات والهدايا التذكاريه اللي بتتقدم لطاقم التحكيم اللي احنا الحقيقه بنحييهم على اللي عملوه. درع الدوري النهارده بيتزين النهارده عشان يتحط عليه كمان اسم النادي الاهلي موسم 22-23. دكتور كابتن حمدي المناعي عضو مجلس اداره بيسلم طاقم التحكيم الميداليات التذكاريه, واكيد طبعا هم سابوا اثر جيد للتحكيم هنا النهارده في المباريات. زي ما حضراتكم شايفين لاعيبه النادي الاهلي واقفين على اليمين بيستعدوا طبعا لاستلام الميداليه الذهبيه, ولكن هيطلع طبعا الاتحاد واكيد طبعا اكيد يعني استلام الميداليه الفضيه بيكون قبل الذهب. بس خليني اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي النهارده بالمكسب ده بيحق له المشاركه مره ثانيه في الباسكت بول افريكا ليج. صدقوني الحزن النهارده والزعله من جماهير الاتحاد ونادي الاتحاد اللي احنا مقدرين طبعا يعني حزنهم على الخساره, ان كان الهدف انه طبعا المشاركه في الباو وطبعا تحكيم بعض او تكريم بعض الحكام او الحكمات اللي شاركنا في البطوله وكانوا موجودين على ترابيزه التحكيم واللي كانوا موجودين على الاي ار اس او يعني الفار بتاع الباسكت. كابتن محمد جلال رئيس لجنه الحكام, كابتن فلكي عضو لجنه الحكام عمده, كل طبعا دول بيكرموا النهارده لان الحقيقه كان موسم طويل وشاق. خليني اقول لكم الموسم ابتدى ب يعني دوري المرتبط, موسم طويل جدا, موسم طويل طويل, وخاصه على النادي الاهلي انه خاض البطوله العربيه. النادي الاهلي النهارده انا لو اقول لكم او نقعد نحاسب بعض كده على حجم المباريات وكميه المباريات اللي لعبها النادي الاهلي بدايه ببطوله عربيه, مشاركه في منطقه القاهره, نخش بعد كده على الدوري المرتبط, سوبر المصري, الكاس المصري, بعد كده دوري السوبر, مجهود عشان توصل بفضل الله بفضل الله ان انت للمباراه النهائيه واقف على رجلك
وفنيا كويس وبدنيا كويس. لا المجهود ده خد جهد كبير جدا من مستر اجوستي والجهاز المعاون، سواء كابتن احمد الجرحي سواء طبعا كابتن دياسطي، كل الجهاز تعب، وكل والجهاز الفني والاداري وطبعا الجهاز الاعداد البدني والتغذيه. النادي الاهلي النهارده جهازه متكامل، جهاز كله متكامل عشان يقدر يوصل بالفريق لده. لا كل التحيه، كل التحيه ان انت توصل بالفريق ده للحاله دي في اخر ماتش في الموسم، وكمان مسافر يوم الخميس راح رواندا عشان تلاعب بطل رواندا يوم السبت في ملعبه. خلينا نحيي الجهاز الفني واحد واحد، مستر اجوستي بوش المدير الفني، كابتن احمد الجرحي المدرب العام، رامي الدياسطي مدرب، طارق الغنام المدير الاداري، وليد الخراط الاداري، محمد الشيح مخطط الاحمال، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، نادي الخزام اخصائي التغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدنيك ومساج، حامد الكاس مهمات. واحد واحد بنحييهم، واحد واحد بنشكرهم لما كان لهم جهد كبير النهارده. زي ما اتفق ضيوفي ان في مجموعه كبيره ما كانتش مشاركه في الباقي، والمجموعه دي النهارده هي اللي شايله الماتش، زي عمرو الجندي، زي مروان سرحان شارك على فترات، زي ايهاب امين كان برده في الباسكتبول افريكان ليج ما كانش موفق، النهارده عمرو زهران داخل عشان يعني على جائزه فرديه على ما اتذكر بتبتدي بجائزه 3 بوينت. عمرو زهران زي امبارح هنشوف من الهديه المقدمه بمكتوب عليها، اتصور انها 3 بوينت امبارح. وبيقرا التحيه من مجلس اداره الاتحاد، حتى كابتن محمد مصالح رئيس نادي الاتحاد والمحب لكره السله بيحييك، كابتن محمود الخطيب بيحييك، كابتن مجدي ابو الفيخه، رحاب الغنام عضو مجلس الاداره، محمد فتحي عضو مجلس الاداره بيسلمه. ايوه هي جائزه افضل رميه ثلاثيه مكتوب تحت، بيست 3 بوينت شوتر، يعني افضل مصوب رميه ثلاثيه. زي امبارح لاعيبه نادي الجزيره اللي حصلت عليها، وطبعا بيتلقى يعني عمرو زهران ابن النجم الكبير يعني زميل الملاعب كابتن علاء زهران بيتلقى التحيه من زملائه، وهي دي الروح اللي بتميز الفريق. كل واحد له دور مع مستر اجوستي، انت مش بعيد، انت في اي لحظه ممكن تكون سبب المكسب، وده اللي زرعه مستر اجوستي في اللعبة. بيطلع طبعا انس اسامه لاعب نادي الاتحاد ولاعب نادي الزمالك السابق بيتلقى التحيه عشان يحصل على جائزه فرديه، واتصور ان هي الهداف. الهداف بتبقى تاني الجوائز اللي بتتقدم زي السيدات امس. انس الحقيقه خلينا نشيد ان هذا اللاعب كان صاحب مستوى ثابت طوال الاربع مباريات، عامل فرق كبير مع نادي الاتحاد، لاعب مميز، لاعب لعب في اكبر الجامعات في امريكا، لويس فيلي او لوي فيلي، الجامعه الكبيره اللي خرجت نجوم كبار. بيتسلم الجائزه طبعا من محمد فتحي، توب سكورر للهداف زي ما قلت لحضراتكم، والجائزه اللي هتبقى بعد كده هتبقى الام في بي، هتبقى توب سكورر. انا اتصور ان ممكن تكون لإيهاب امين او عمر طارق، اتصور يعني ان ممكن إيهاب امين او عمر طارق اللي هياخدوا الام في بي. الف مبروك انس، يعني الحقيقه يستحق، وبيلقى التحيه حتى من لاعيبه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، لانه طبعا هم في الاول والاخر زمايل في المنتخب وزمايل في يعني او يعني رفقاء الضرب مع زي ما بيقولوا. مستر اجوستي رايح اهو بيحييه من ورا إيهاب امين، زي ما قلنا إيهاب امين او عمر طارق هو ام في بي. هي العين لا تخطئ، عين العين لا تخطئ، إيهاب امين هو احسن لاعب، واتصور دي ثاني سنه على التوالي، ما كانش الذاكره خانتني، إيهاب امين هو افضل لاعب حتى السنه اللي فاتت، وكان افضل لاعب في البطوله العربيه. إيهاب امين بيتلقى التحيه من اعضاء مجلس الاداره بيسقفوا له انه يستحق، الحاج محمد مصالح رئيس نادي الاتحاد، كابتن محمود الخطيب بيبو طبعا يعني بيدي التحيه لإيهاب امين، ويعني بيقول له برافو يعني يعني بيشجعه. دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد بيهنيه، وهيتلقى التحيه والتقدير من باقي طبعا اعضاء مجلس الاداره، كابتن بشبيشه عضو مجلس اداره، وطبعا ده مندوب عن احد الشركات المعلنه، بيسلموا جائزه ان في بي موست فاريبل بلاير او احسن لاعب في الدوري. مبروك إيهاب، تستحق، تستحق إيهاب امين، ده اكيد تعب مجهود ثقه ثبات انفعالي في المباراه، تظل انت الكينج يا إيهاب امين بامانه. يعني حصول النادي الاهلي على جائزتين فرديتين مع الدوري ده بينم على قوه الفريق. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، منظر جميل، بيتلقى إيهاب أمين التحية، وتأتي اللحظة المهمة واللحظة اللي انتظرها جماهير النادي الأهلي ومحبين وعشاقه، وهي تسليم طبعا النادي الأهلي الدرع. ولكن في البداية قبل الدرع بيتسلم نادي الاتحاد ميداليات المركز الثاني والميدالية الفضية، هارد لك نادي الاتحاد، هيقدم مباراة جيدة ما ننكرش أبدا. خلينا نقول ده باسكت بول، احنا بنتكلم باسكت بول من أول دقيقة. يمكن عايز اقول لكم على حاجه، ويعني يمكن اتفقنا انا وضيوفي، نادي الاتحاد النهارده قدم مباراه احسن من المباراه اللي كسبها كمان، يعني المباراه اللي كسبها في جيم 2 النهارده نادي الاتحاد قدم، يعني شايفين علي حاطط الثلج على رجله الف سلامه ومع ذلك تحمل نفسه ولعب. لا نادي الاتحاد النهارده قدم مباراه احسن من جيم 2، ولكن هذه هي كره السله، هذه هي طبعا يعني هذه هي كره السله، وهذه هي
يعني معشوقة الجماهير، انه في الاول والاخر انت بتوفق في شوطة، بتوفق في لعبة، هي دي كرة السلة. ولكن هارد لك نادي الاتحاد يعني ان شاء الله يوفق يعني فيما هو قادم. خلينا نقول كمان انه يعني النادي الاهلي النهاردة بطولة زي دي تخليك سنة حامل اللقب، سنة حامل اللقب، وسنة كمان يعني انت يعني متربع على عرش كرة السلة. وكمان الجميل انه رجال وسيدات هنا طبعا زي امبارح بالظبط، دكتور مجدي ابو فريخه يصطحب يعني معاه طبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد مصلحي رؤساء الانديه، وعلى شماله كابتن عمرو مصلحي يعني نائب رئيس اتحاد كره السله، اخو على فكره اللي على شمال دكتور مجدي ابو فريخه دكتور كابتن عمرو مصلحي هو اخو كابتن محمد مصلحي، وهو عضو نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله. يمكن الكثير هتلاقوا الشبه كثير. ابتدى الفريق بكابتن الفريق الكابتانو كابتن سيف سمير، مروان سرحان، النجوم خلينا نقولهم واحد واحد. طبعا سيف سمير كابتن الفريق اصطحب ابنه مروان سرحان، برافو يا مروان، عامل موسم هايل. مروان عامل موسم هايل. بعد كده في مهيب، مهيب ليه مباريات كتير كان ليه دور كبير فيها السنه دي، برافو يا مهيب. عمر طارق البرج الكبير بيج او، تومسون، عمر عزب انا اسف، احمد اسماعيل وراه طبعا، كريم حاتم الناشئ اللي لابس التوب بتاع التريننج، عمرو زهران احد نجوم الفريق السنه دي واللي فرض اسمه ويعني بقوه، عبد الله ناصر الناشئ اللي متصاعد مع الفريق خلاص هو دلوقتي السنه دي بقى درجه اولى، طبعا احد الرجاله فعلا في الفريق، عمرو اسمه ابو النصر انا اسف ابو النصر احد نجوم الفريق، مؤمن خيري طبعا احد الناشئين الصاعدين بقوه واللي فرض نفسه هذا الموسم، احسن لعيب هاب امين، تومسون اللي الحقيقه احتار في جماهير النادي الاهلي، احترت فيه بس ده لا يمنع انه ما خسرش بطوله. طبعا وراه عمرو الجندي نجم النجوم، انا عايز اقول لكم ما خسرش بطوله تومسون، البطوله الوحيده اللي غاب فيها او البطولتين اللي غاب فيهم خسرهم النادي الاهلي، يعني السبع بطولات اللي لعبهم تومسون فاز بيهم، او الثمان بطولات اللي فاز بيهم. طبعا مستر اجوستي بوش، احمد الجرحي المدرب العام، كابتن الدياسطي المدرب الفريق، طارق الغنام، عندك محمد عيسى، طبعا عندك تومسون شارك في سبعة من الثمانية. نعم دوري المرتبط يعني ما لعبش معانا فيه بس فاز بيه، فزنا بيه من غيره، ولكن قصدي اقول هو فاز يعني، خلينا نتكلم من الناحية الثانية ان كل البطولات اللي شارك فيها فاز فيها. النادي الاهلي فاز ببطولة واحدة من غيابه اللي هي كانت دوري المرتبط، طبعا ده باقي الجهاز الفني طبعا علاء لطفي يعني اخر واحد، طبعا كل التحيه، وطبعا اخر واحد لا اداري الفريق الدكتور وليد الخراط، مبروك مبروك النادي الاهلي، الف مليون مبروك. جاءت لحظه يعني اللي بينتظرها جماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي، وهي تسليم الدرع للكابتن سيف سمير، طبعا اكيد لحظه بينتظرها جماهير النادي الاهلي، واحنا كلنا الحقيقه محبين وعشاق النادي الاهلي بننتظرها بشكل كده. كل الشكر والتقدير لمجلس مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب، النهارده شفنا كابتن مرتجي موجود في الملعب، شفنا نائب رئيس النادي معالي الوزير العام فاروق ما سابش ماتش لهذا الفريق. كل التحيه للمجلس بالكامل، مش عايزين ننسى حد، المجلس بالكامل برئاسه الكابتن محمود الخطيب كل التحيه. الحقيقه يعني خلينا نقول ان البطل الحقيقي النهارده في موسم تاريخي للالعاب الاخرى هو مجلس الإدارة. مجلس الإدارة اللي دعم كل الفرق، النهارده ميزانيه النادي الاهلي في الالعاب الاخرى هي الاكبر على الاطلاق. هنعرف ارقام ولكن مش مصرح لينا نقولها، ولكن مجلس الاداره النهارده دعم الالعاب الاخرى. لحظه الحسم ولحظه التتويج، تسليم الدرع لكابتن الفريق الكابتن سيف سمير، ويستعد اللاعبين طبعا للفرحه والابتهاج بهذه اللحظه الجميله. بيتزين النهارده النادي الاهلي او تم وضع النادي الاهلي عليه على الدرع عشان تكون يعني الحقيقه فرحه ما بعدها فرحه الموسم التالي. ده درع الدوري بيتم تسليمه الان، دوري السوبر. الاولاني كان الدرع العام، الاولاني عشان نوضح لحضراتكم الدرع العام الكبار وصغارين. هنا كابتن محمود الخطيب ومعاه طبعا رئيس الاتحاد دكتور مجدي ابو فريخه بيسلم الكاس لسيف سمير، مبروك يا سيف، مبروك لكل اللاعبين. الدرع اللي تحت ده الدرع العام كبار وصغار، النادي الاهلي في الباسكت بيستلم الدرع العام. تبتدي الاحتفال، رقصة بيرسي تاو بالدرع، مبروك مبروك. يبقى كده الدرع ده لازم يتغير. ألف مبروك. الفرحة مش في الدرع ولكن الفرحة في اللقب، اللقب الكبير اللي فاز بيه النادي الأهلي. لحظة جميلة، لحظة تكررت الموسم الثاني على التوالي، أكيد من حق اللاعبين تفرح، ولكن يعني أنا عايز أقول لكم موسم طويل وشاق، لسه كمان عندنا بطولة قوية بننافس عليها
يوم الخميس ربنا معاك الامان صعب. انا مش عارف هيعملوا ايه بصراحه، هيسافروا ازاي، هياخدوا راحه قد ايه، ويلعبوا يتمرنوا قد ايه قبل ما يسافروا، ويتمرنوا في رواندا قد ايه عشان يلعبوا دور الثمانية ودور قبل النهائي ان شاء الله في حاله تاهلنا والنهائي مع فرق هي مريحه دلوقتي. حقيقه حاجه شاقه جدا. مبروك 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 من يوم مبروك للنادي الاهلي، تام البطوله في سنتين في كره السله. الحقيقه تاريخ، لا يعني الحقيقه يعني اكتر المتفائلين يعني ما كانش يتوقع كده. الف مليون مبروك، فريق يستحق يعني الاشاده. احنا طبعا لازم نخدم الاستوديو التحليلي، هنروح بعد الاستوديو مباشره لفريق كره اليد عشان نتابعه. كابتن سلعاوي الف شكر، نورتيني وشرفتيني، ومبروك النهارده يا كابتن سلعاوي. مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره اللي ما وفر كل الدعم وكذلك النشاط الرياضي. والحمد لله الفرقه بدات يعني بدات للموسم الثاني على التوالي انها تاخد الطريق السليم. وهارد لك لنادي الاتحاد ولجمهور نادي الاتحاد، وهارد لك للكابتن عماد محمود وكابتن ميشو زملائنا واخواتنا والروح الرياضيه العاليه اللي هم ابدوها في هذا البتاع. وعايز اقول ان تومسون عمل شهاده ليه، اصبح على لدى الجماهير هو الايقونه الفتى الذهبي. كابتن اشكرك كابتن سلعاوي، كابتن طاهر بشكرك، نورتين وشرفتين يا كابتن. الله يخليك، والف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الاتحاد. بس امتعونا الاثنين صراحه الفريقين في ماتش جميل النهارده، وبنبارك لمجلس الاداره طبعا والمنظومه بتاعت النادي الاهلي لدعمها لهذا الفريق. وبحيي طبعا اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسؤوليه. كابتن عماد بشكرك، نجم نادي الاتحاد ومنتخب مصر، الحقيقه نورتينا وشرفتينا كابتن عماد بحقيقة. الف الف مبروك النادي الاهلي، يستحق. منظومه متكامله، عوامل النجاح هي السبب. في حته بس صغيره عايز برضو اقولها، هارد لك جماهير الاتحاد ومحبي نادي الاتحاد المخلصين. في كان مقوله كده بيقولها دايما الدكتور عادل ثوري الله يرحمه، كبير مدربنا، ان في تركيب الفريق او اختيار الفريق انا بختار الانسب وليس الاغلى او الانسب عشان المنظومه. الاهلي اوجستي بوش ما جابش صفقه، مع ان كان عنده صفقه ما جابهاش، راهن على تومسون، وكل الناس حتى جماهير الاهلي راهنت ان هو راهن على ان هو ده الانسب وليس الاحسن. احنا بنقول اي محترف تاني ممكن يبقى احسن من تومسون، بس تومسون الانسب لنادي الاهلي وده الاداره الصح. اتمنى نادي الاتحاد ياخد نفس الخطوات. احييك يا كابتن، نورتيني وشرفتيني. شكرا كابتن ميشو، ونورتيني وشرفتيني، وكنت سعيد ونورت الاستوديو النهارده حبيبي. انا اللي سعيد ان انا موجود معاكم، والف الف مبروك تاني مجلس اداره النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، لاعبين النادي الاهلي. فعلا الناس اشتغلت صح، شغاله، عارفه هي بتعمل ايه. المكسب ده عمره ما بيجي من فراغ. اتمنى برضو ان النادي الاتحاد يعيد حساباته، سواء فنيا، سواء يعيد حساباته في صفقاته، سواء مع لاعبين، مجلس اداره يبدا يعيد حساباته لعوده نادي الاتحاد في المكانه الطبيعيه، لان برضو هي النادي الاتحاد هو معروف هو كره السله، فلازم يبقى في اعاده حسابات ثانيه علشان يرجع للوضع الطبيعي. الف الف مبروك. الف مبروك كابتن سلعاوي، الف مبروك كابتن طاهر، وانا سعيد جدا ان انا كنت موجود معاكم، وان شاء الله تتكرر ان شاء الله. الله كابتن ميشو منورنا وشرفنا. اعزائي المشاهدين، خلينا نطير لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والمباراه اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، مباراه النادي الاهلي في دور الثمانيه بطوله ابطال الكؤوس. خلينا نروح نتابعها، وان شاء الله المكسب للنادي الاهلي النهارده، ويبقى يوم اثنين سعيد على النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحسن المتابعه.